في العراق انتقدت المرجعية الدينية العليا اليوم مجلس النواب بسبب سحبه التفويض من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على خلفية حزمة الإصلاحات السياسية الأخيرة التي أجراها خلال الأيام الماضية. دعا ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء السلطة التشريعية إلى عدم اتخاذ الدستور وسيلة للالتفاف والمماطلة لعرقلة الإصلاحات السياسية التي تنفذها الحكومة. لابد هنا من التأكيد أيضا على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت. ميدانياً دمر طيران الجيش 15 مقراً لقادة داعش ومستودعات للسلاح في 3 مناطق بالرمادي وهي تل مشهيدة والملعب والبوشيل، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر داعش فضلاً عن قطع الإمدادات عن مدينة الفلوجة. في غضون ذلك حررت القوات الأمنية منطقة البوديعيج الواقعة بين عملية الفلوجة ومدينة الفلوجة من سيطرة داعش. وعلى جبهة صلاح الدين أعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل وإصابة العديد من مسلحي داعش بينهم القائد العسكري للتنظيم في سمراء بعد استهداف تجمعاتهم.